مرحبا بالمشاهدين الكرام على قناة أبو بكر جندان. سوف نتحدث عن العالم جاليليو، دعونا نبدأ. إنه أبو الفيزياء الحديثة، بل هو في الحقيقة أبو جميع العلوم الطبيعية المعاصرة. ناضل لمعرفة الحقيقة بحماس أكثر من أي شخص آخر. هذا ما قاله ألبرت أينشتاين، أعظم فيزيائي القرن العشرين، عن جاليليو الذي يعتبر بحق مؤسس عصر العلوم الحديثة. ولد جاليليو جاليلي في 15 من شباط فبراير عام 1564 في مدينة بيزا، إحدى المدن الإيطالية القديمة. كان والده الذي يعد من أفقر نبلاء فلورنسا واسع الاطلاع ومؤلفا للعديد من الأعمال التاريخية والموسيقية. أراد أن يكون جاليليو فيزيائيا فأرسله إلى جامعة بيزا. في كل الأحوال جاليليو لم يكن منجذبا للطب، إلا أنه وجد متعته في قراءة رسائل إقليدس في الهندسة وأرخميدس في الميكانيك. بعد كل هذا تخلى عن الجامعة سعيا وراء العلوم الدقيقة. كانت أعمال الشاب تلقى تقديرا كبيرا من قبل المحترفين الذين ساعدوه ليرأس دائرة الرياضيات في جامعة بيزا، وبعد ذلك في جامعة بادوا. بعد ذلك ذاع صيت جاليليو إذ تعددت صفاته، فهو العالم الكبير والرجل المثقف والمحاور والمجادل الحاذق، إضافة إلى حيازته شهرة كبيرة في التأليف الموسيقي. برع في العزف على الآلات الوترية والكلافيكارد، ونجح في الرسم وكتابة القصائد الغنائية. بالرغم من كل هذه المواهب التي تمتع بها جاليليو، إلا أنه أمضى معظم حياته مدينا وفقيرا. ربما يرجع سبب ذلك إلى أنه كان مضطرا إلى إعالة شقيقاته بتقديم المهور المناسبة، وشقيقه الذي لم يفلح في شيء، ووالدة معروفة بمشاحنتها، وأولاده الثلاثة. أخيرا عهدت زوجته برعاية الأولاد إلى والدهم لتتزوج برجل آخر. لم يقوى على ذلك، ولم يتمكن من التكيف مع المجتمع، وغالبا ما كان يكسر قواعد المنطق والبصيرة التطبيقية، وغالبا ما كان ضحية المكائد التي تحبك في الجامعة. اشتهرت مدينة بيزا مسقط رأس جاليليو ببرج بيزا المائل، وهو ليس شهيرا بسبب ميلانه فحسب، بل لكونه أيضا المكان الذي كان جاليليو يجري فيه تجاربه، يقذف بكرات متباينة الوزن من قمته. بناء على ما أورده أرسطو، فإن الأجسام الثقيلة تسقط بسرعة أكبر من الأجسام الخفيفة، وهي نظرية هذا العالم الإغريقي الكبير. ومع ذلك أثبتت التجارب العملية أن تلك الأجسام تصل إلى قعر البرج في نفس الوقت. قانون سقوط الأجسام الذي اكتشفه جاليليو كان يتعارض مع آراء أرسطو التي أقرتها الكنيسة، ولم يشكك في صحتها على مدى الألفيتين. كان من الضروري أن يستعمل جاليليو بيانات التجربة لتكون حجة جديدة في الجدال العلمي. كان العلم آنذاك أو أي مناظرة علمية يتم البرهان عليها دون أن تستند إلى موافقة السلطات، سواء كان أرسطو أو كهنة الكنيسة. يتم تثبيت برهانها فقط فيما لو أثبتت التجربة العلمية مدى صحة نتائجها. في عام 1609 بعدما سمع باختراع المنظار، قام جاليليو بتطوير هذه الأداة. وفي عام 1608 صنع جاليليو نماذج معدلة شبيهة بالنماذج العصرية يصل تكبيرها إلى 30 فولدا. كان أول رجل يوجه المنظار نحو السماء لغايات علمية، موسعا بذلك آفاق العلم. واكتشف ذاك الشريط الأبيض الهائل في قبة السماء، درب التبانة، المؤلف من أعداد مضاعفة من النجوم المتباعدة. تأثر الجميع باكتشافات جاليليو في الفلك. لقد برهن على أن الأرض ليست مركز الكون، إلا أن لها نفس البنية السماوية كما للكواكب الأخرى. اكتشف جاليليو فيما بعد فلك الشمس، جعلته حركتها يعتقد بأن البنية السماوية تدور حول محورها. اكتشف أطوار فينوس الذي يبدو أحيانا على شكل منجل ضيق أو نصف دائري أو بدرا كاملا تقريبا. أثبتت تلك الاكتشافات نظريات كوبرنيكوس القائلة بأن الكواكب تدور حول الشمس. كرس جاليليو عدة عقود من حياته لدعم نظرية كوبرنيكوس المتعلقة بالنظام الشمسي للعالم. رسالته المعممة بعنوان مناظرة بين نظامين أساسيين للعالم نشرت عام 1632، وكانت عبارة عن ملخص لهذا العمل. تمت الكنيسة فورا بعمله هذا،
وطلب من غاليليو المثول أمام لجنة الاستجواب المقدسة في روما. اتهم العالم بنشر أفكار المنشق كوبرنيكوس وتعاليمه. جث العجوز في 70 من عمره على ركبتيه ليصرح بعبارات الخزي، وشجب ما نسب إليه في 22 من حزيران يونيو عام 1633. وفي نفس الكنيسة، كنيسة جوردانو برونو، سمع بقرار إعدامه. بعد ذلك منع العالم من التقاء أصدقائه أو استشارة تلامذته، فقد وضع تحت الإقامة الجبرية في داره الريفية حيث توفي فيها عام 1642 وهو في 79 من عمره. قبل 5 أعوام من وفاته فقد غاليليو بصره. ما الذي جعل هذا العالم يرفض ما قام به طوال حياته؟ يعتقد بعض الناس بأن الرجل العجوز المريض والواهن قد تظاهر بالضعف فازدروه لذلك، بينما يعتقد آخرون أنه كان قادرا على إنهاء آخر أعماله التي أرست قواعد علم الميكانيك، إلا أن إنكاره منعه من ذلك. غاليليو الذي أنكر رسميا نشر تعليم نظرية البنية الحديثة للعالم، إلا أنها في واقع الأمر بقيت نصيرا مقنعا بحد ذاتها. ذكرت الأسطورة عبارته التي نطق بها بعد المحاكمة: ولكن الأرض تدور. وغدت تلك العبارات رمزا للصراع بالنسبة إلى الحقيقة العلمية. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. أبو بكر جمدان.